11 سنة هي فترة حكم الرئيس أنور السادات، كانت مليانة بالأحداث الهامة والتاريخية اللي مرت بها مصر. على سبيل المثال نصر أكتوبر 73، أحداث يناير 77، زيارة الرئيس السادات للقدس، الانفتاح الاقتصادي، توقيع اتفاقية كامب ديفيد، اعتقالات سبتمبر 81. شاف البعض أن عصر الرئيس السادات كان عصر ذهبي لمصر، اتسعت فيه مساحة الحريات، وعمل الرئيس أنور السادات رجل الحرب والسلام اللي غيره ما قدرش يعمله. وشاف البعض الآخر أنه عصر الأزمات وتفحل الجماعات الإسلامية والسلام المنقوص. كان إنسان لطيف قوي، بشوش، يقابل الناس كويس، يكلمهم كويس، ما كانش فيه الخوف. يعني يكفي أن الناس طلعت هدومها الحلوة وطلعوا صيغتهم وخرجوا، ابتدوا يروحوا أفراح، ابتدوا يعني دي كانت وقت السادات ظاهرة، الناس راح الخوف. أنا حبيته البني آدم ده قوي كرئيس، وكحبيته جدا. وبعدين كونه رجع سينا ورجع الأرض دي على راسي من فوق. عصر السادات، أنت معا كنت في عصر السادات، حاسس كنت موجود؟ طبعا كنت موجود. وحسيت بإيه؟ السادات ده أنا لا. في رأيي أنه عمل معجزة، اللي هو انتصارات أكتوبر. لا نشوف بقى. لما استلم البلد السادات، سينا كانت فيه اليهود، القناة كانت مقفولة، الجيش بتاعنا كان في اليمن، وكنا مفلسين خالص. في 3 سنين القناة اتفتحت، سينا خدناها. ازاي يعني؟ انا كنت قاعد افكر لوحدي ارجع سينا دي ازاي، ما كنتش بعرف احلها. عارف يحلها. قلت لي بتكره السادات جدا، انت ما سالتنيش ليه انا بكرهه. انا بسال، ما انت هتقول دلوقتي. لانه هو السبب اللي احنا فيه دلوقتي، لانه هو اللي ارسى كل، هو زرع كل الحاجات اللي اشتغل عليها حسني مبارك. حسني مبارك بالمناسبه ما عملش اي حاجه جديده، هو مشي على نهج السادات. ده رايي فيه، انه عبد الناصر انا كنت مصدقه، السادات انا ما صدقتوش. لكن يعني اختصرت كل انتقادك للسادات. لا انا بتكلم عن السادات في نقطه واحده بس، هي حته ان هو رئيس الأسبق مبارك مشي على ضرب السادات. أيوة، لأنه هو كان ضرب غير صحيح، هو كان انقلاب تماما على ما فعله عبد الناصر. ولما يقف يقول إحنا كلنا عبد الناصر صباحين وحتة، يعني ده كلام ما يخشش على فندية، يعني إحنا مش بنضحك على بعض. ممكن أن أنا أقول لك على فكرة يا عمرو أنا أحبك جدا، وبص لك كده بقول لك في نفس الوقت أنا بكرهك جدا. وبحب الرئيس السادات، لأن أنا انكسرت في 67 وجي قال لي إن القوات المسلحة المصرية قامت بأكبر معجزة على أي مقياس عسكري، يوم الزاد زف إلي قرار العبور، ففرحت جدا به وبحبه جدا. في مسألات أخرى، هل الانفتاح غلط ولا صح؟ الرجل عاوز يعمل الانفتاح، فكان عاوز البلد تعيش. حتى هو بيقول لأحمد بهاء الدين الثورة الصناعية لما بدأت سداح مداح. يا أخي الثورة الصناعية اللي بدأت في أوروبا وفي أمريكا ده بدأت بعد الحرب العالمية الثانية، كان في مافيا وكذا وكذا، 75 سنة عشان يوصلوا دلوقتي. الراجل لما جه عملها واحنا مش متعودين، انا بدرس الحاجات دي بقول ليه عمل كده وليه عمل كده، لاني وش احمر لما كان بيجي هنا. اتضايقت انا كمواطن زي كنت بتضايق من حاجات، بس الفرق ان انا بقعد اسال ليه، واقعد 5 سنين زعلان من فرد، وبعدين اقول الله والله عنده حق. فالاعتراف بالخطا نبل. فانا لما الرئيس السادات انا حبيته في قرار العبور، وابتديت اتفهم وجهه نظره في الانفتاح. حتى في خيار السلام في مشهد امبارح انا حسيت انه كان عاوز يورط اسرائيل، وبيقول يا ريت من جواه ما توافقش زي ما عمل الخداع الاستراتيجي. قال انا مستعد اروح له في بيته، فمراته بتقول له انت هتروح له؟ قال لها احنا بقالنا 50 سنة بنتحارب معاهم، ولا بنجري بقاش معاهم، بنروح بنسال العالم كل ما عدا هم اللي محتلين الارض. افرض رفضوا يقابلوك؟ قال لها يبقوا رفضوا السلام قدام العالم كله، وتبقى دي تبقى مسؤوليتهم. اذا انا حسيته ان هو زي ما عمل في الخداع الاستراتيجي عاوز يورطهم ان عملنا كده سلام وهم رفضوا قدام العالم كله، يبقى متاح لنا ان احنا نعمل اي حاجه. السادات ابن البلد اللي شارب مصر كويس قوي، واللي استطاع بذكاء خارق يتعدى ذكاء اليهود وذكاء الصهاينة وذكاء الأمريكان، استطاع أن يحقق لمصر أشياء كثيرة عظيمة. بالنسبة للسادات كنت مسميها الفترة الهادئة للثورة، يعني عبد الناصر كان فترة الثورة، الفترة الهادئة للثورة بشخصية السادات. هادئ ومعلم، يعني
عبد الناصر كان الشرعية الثورية عنده الحنكة وكده، فعمل استقرار في مصر وفعلا أنجز حرب 73 إلا نستبعد أن وضع أساسها عبد الناصر. جرانيت طبعا وأكملها خطة جرانيت معروفة طبعا والفريق توزي رحمة الله عليه. السادات اختلفنا معه، أو أنا بقول أنا اختلف معه في اتفاقية السلام. نحن كنا نريد السلام ولكن ليس سلاما منقوصا أو مهينا فقط، ولكن السادات كانت الناس أيضا، هو عنده كاريزما نفس كاريزما عبد الناصر، وكان قريب من الناس ما عدا الفترة الأخيرة اللي تحول فيها هذا التحول النفسي اللي بقول عليه نفسي، وخسر نقط كثيرة يعني في مسألة الاعتقالات. أنا مش بأرخ بس بقول لك الإحساس بالحالة يعني. اليوم لماذا تكره أنور السادات؟ قلت لي لأنه خائن. بشو خائن؟ أين تكمن خيانة أنور السادات برأيك؟ بتحالفه مع العدو الصهيوني. لم يتحالف مع إسرائيل. لم يتحالف، وقعوا معاهدة سلم مع إسرائيل، طبعوا على علاقات دبلوماسية. نعم سمعتوش ولا مرة وبقول صديقي الناعم ناعم بيجن ده مجرم حرب ورئيس عصابة كانت اسمها الهجرة. نعم انت اكيد ما متوعيهاش. طيب معادي الكل يعني ما في حدا عاجبك يا اخي؟ معقول في انسان ما في حدا عاجبك؟ ايه اللي حصل لك مع السادات؟ قلت عليه شعبان البقال. ووصفته بغول انتيكا اسود لون الليل والهم. وقلت عليه المجنون ابو برقوقه والزبيبه. عيب يا عم نجم، ده انت انا العيب ولا هو عيب اللي عمله؟ السادات يستحق كل الشتيمه دي؟ يا السادات شويه مش فاكر له اي حاجه كويسه عملها؟ فاكر له الوكسه اللي حطينا فيها دي اللي احنا فيه دلوقتي ده، العرب كلهم اللي عملوا السادات. ازاي افتكر له حرب اكتوبر؟ هو على الاقل هو عارف حرب اكتوبر وكل حاجه يسرقوها ولا ايه؟ وقعد يقول لك الضربه الجويه الاولى والثاني يقول لك بطل حرب حرب ولادنا. افتكر له ان هو كان صاحب المبادره وقرار الحرب المباغت اللي جاب لنا النصر. حرب ايه المباغت؟ ايه نصر جاب النصر العساكر والضباط ولادنا. كنت عايز السادات يعمل ايه؟ يكمل الحرب لغايه ما يقضي على اخر جندي مصري؟ محدش قال كده. مين قال الكلام؟ حرب ايه؟ مين قال له يعمل سلام منفرد مع اسرائيل؟ ما هو عشان كده التهمونا حاجه. انت مش حاربت وانتصرت وكان معانا السوريين، ازاي تروح تاخد موقف لوحدك؟ قلت في قصيده البتاع انك انت تنبأت باغتيال انور السادات. في اي جزء فات السادات في الاول؟ طبعا كلنا كنا مش مطمنين له، لكن ما فيش كلام السادات شيء فاخر في حياتنا. زعلت علينا مات جدا يوم ما اتقتل 6 اكتوبر. رئيس السادات انا بعتبره بطل قومي للي قدر يعمله لحرب 73 عشان خد قرار 73. لا يمكن حد يقدر ياخد منه اللي يقول اللي مش عارف الروس عدو واللي لا كان القرار سعدو قراره واللي القرار ولا مش قرار سهل ده قرار في مصير امم. صعوبه حرب اكتوبر ان يتخذ بيها القرار في اخطاء مثلا اللي هو لما اتفتح الاقتصاد الوضع الاقتصادي في البلد الطبقه الضعيفه والمتوسطه عانت كتير في هذا الوقت، فما فيش حاجة اسمها إنسان كامل في كل حاجة يعني. صحيح. وعيب برضو المؤسسة اللي قام مع 52 اللي هي بتعتمد على الفردية، ما كانش فيه الرؤية اللي احنا بنتكلم عنها. صحيح نفس الفكرة. السادات حبيت كان دمه خفيف كان خفيف على قلب أنا. إيه علاقتك بالسادات؟ السادات أولا يعني كان أولا كان بيضحك، هو ممثل هو كان عايز يبقى ممثل، تعرف هو ممثل كتب روايه في هو في السجن كان عايز يمثل، ولما كان بقى بيتكلم بتوع ده فورد وكلينتون والجماعه مش فورد وكارتر كان يلبس بقى ابتدى يلبس برنيطه ويشرب بيبه وعامل خلاص بقى وبيتكلم يا جيمي وايه يا فلان يا جيري فورد جيرالد اسميه كده، فكان يعني لطيف كده يعني بيضحكني انا عشان بعمل التمثيل ده بتاعه. وبعدين انا رحت معاه مرتين في البيت الابيض، مره لما كان بيزور فورد ومره لما كان بيزور كارتر، وتعرفت عليهم وكنت معاه في حفلات العشاء. وبعدين انا كنت لسه ما رجعتش مصر، فهو في اخر مره واحنا عند كارتر قال لي بص يا عمر، قال لي انا هجوز ابني الاسبوع الجاي لو ما جيتش هخصمك قلت لا ما تقصديش بالفضل، قال لي لو ما جيتش هخصمك. فرحت اول مره رجعت مصر سنه 76 متهيألي
كان فرح ابنه جمال، فرحت ودخلت ووقفت طابور طبعا. وبعدين لما وصلت له قال لي يا عمر ازيك يا حبيبي وحبيبي، قال لي بص انا عايز في بقى طابور واقف ورايا، هو قال انا عايز خدمه. قلت له عناية، قال لي عايزك تعمل لي فيلم على 6 اكتوبر. قلت له 6 اكتوبر ده كده حرب؟ قال لي هديك الذخيره والجيش وكل السلاح اللي انت عايزه والجيش كله اديهولك تشتغل زي ما انت عايز. قلت له بس يا ريس انا ما اعرفش اخرج. قال لي لا طب هات تخرج من بره زي ما انت عايز. قلت له لو طلع الفيلم وحش انا اعمل ايه؟ انت هتزعل مني خالص، انا مش عايز انا ما بفهمش في الحاجات دي، انت ولا انتاج ولا اخراج، انا راجل ممثل. قال لي كده اهو يا راجل انا عايزك تعمل لي الحكايه دي. قلت له معلش يا ريس تجيب ناس يعني جيب ناس كده من بره ما تفهمش الحاجات دي، خفت اعمل فيلم يطلع وحش اروح في داهيه. وفجأة لقيت مراتي بتقول لي الرئاسة كلمت أيام الرئيس أنور السادات. أياميها كانوا قالوا في حريات، كلموا ما فيش حاجة، فاحنا عملنا نفسنا مصدقين إن في حريات في المسرح، وكنا بنعمل مسرحية اسمها قصة الحي العربي، وقعدنا نقول اللي احنا عايزينه ونشتم ونعمل وبتاع مش عارفين. جيت البيت طبعا بسرعة لقيت تليفون، قال أنا فلان الفلاني من رئاسة الجمهورية احنا جايين لك دلوقتي. قلت دي حلاوة قوي. فقلت لمراتي حضري لي الشنطة وفيها الهدوم وفيها الحاجات وعشان بقى نجهز يعني، بس رئاسة الجمهورية يعني يبقى جاهزين يعني احتياط يعني. فجأة لقيت عربية سودة نزل منها أربعة حتى السواق لابس أبيض في أبيض. أنا قلت دول بتوع سراية المجانين جايين ياخدوني على مستشفى الأمراض العقلية. الجرس ضرب، فتحت الباب فلقيت واحد قال لي أستاذ عادل إمام. قلت له أيوه. قال لي رئيس السادات. قلت له ربنا يخليهم لنا، ربنا يحميه، ربنا يخليه لنا بحق جهنم الرئيس العظيم المؤمن. ماله؟ خير. قالوا بعت لك الكلب، كلب صغير كده والعربيه والاربعه والاربعه هديه قلت لك الكلب. لا طبعا احنا انا قلت رسمية. كنت قلت قصاده مره ان انا بحب يعني الكلاب. انا بحب الكلاب بس ما ربيتش كلاب. كان نوع ايه الكلب ده يا استاذ عادل؟ كلب كلب بلاك جاكيت الزاسي في البيت. في البيت وده بتاع جنينه هديه رئاسه. الحقيقه يعني ابتدينا نحترم الكلب جدا طبعا زي من رئاسه. وبعدين سافرت انا ومراتي، رحنا كان عندي شغل بنعمل مدرسه مشاغبين، فروحت لابي الله يرحمه. ابويا راجل موظف وبيصلي وبيخاف من الكلاب جدا. قلت له يا بابا خلي الكلب ده عندك. قلت له ده من عند رئيس السادات. قال لي ده يروح. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً رئيس السادات. منورنا. أهلاً وسهلاً. كان ليك علاقة خاصة كمان زعماء وخصوصاً خصوصاً رئيس أنور له مكانة كبيرة عندي بالغد دلوقتي. أنا يعني زي ما بدعي لأبويا والأمي صار بدعي لأنور السادات، بدعي له لهذا الرئيس العظيم، وأنا كنت بحبه جدا، هو كان ملتصق ليا قوي ومؤمن بيا جدا كفنان. أيوه. وأنا مؤمن بيه جدا كرجل سياسي عظيم. أيوه. أمال إيه؟ في ناس كتير قوي ما تعوضش يعني، بس أنور السادات ده شيء عظيم جدا. طب الله يرحمه. أنا بحبه جدا جدا. الله يرحمه. أخدت جايزة كمان، جايزة الدولة التقديرية. أيوة. وما كانش بيتم منحها لملحن أو فنان. لا أنا أول واحد ياخدها. أول واحد. وكانت موجودة ورا حضرتك. جايزة الدولة التقديرية. أيوة. ودي جايزة كبيرة الحقيقة. أوه. وانه يتم منحها لحضرتك عن مجمل ما قدمته والمسيره الطويله في عالم الفن والموسيقى. زادت شعبيتي، لقيت ليه بقى ليها شعبيه في الجيش الثالث وليها شعبيه اثناء المعركه. والقائد جابني وقال لي انا حكيت لقائد الفرقه عنك فعايز يشوفك، فقال لي انت كنت بترفع الروح المعنويه للجنود دون ان تدري، لغايه ما جم قالوا لي في حفل احتفال يوم التدريب اللي احضره سياده الرئيس. وعملت سكتش عن مبادرة السلام وقدمته قدام الرئيس. كان هو عبارة عن ان الفنانين بتوعنا قاموا باستقبال الوفد الاسرائيلي، وكان من نصيبهم انهم يقابلوا مشي ديان. كانت اعلى فقرة فيهم قدمتها يمكن كان محمد صبحي ومحمد طه. انا عارف مشي ديان انك جاي، تعالي جايلك في مصر، استنى ما نشوف نتيجة الكشف الطبي. مش معقول يا نيلة، مش معقول يا مشي ديان، نتيجة الكشف الطبي طلعت زي الزفت. عينك اليمين 6/6 وعينك الشمال 6/10 يا نيلة. انا قلت كده ولقيت الرئيس ده انفجر في الضحك. الرئيس بقى ساب البايب وقعد يسقف وبتاع. بعد ما خلصت شاور لي نزلت له، قال لي ركبتك ايه؟ قلت له على الريف. قال لهم الولد ده كويس كفقوره. اديت له التحيه العسكريه وسلمت عليه. وجي قائد الجيش قال انت ركبتك ايه؟ قلت له على الريف. قال لي بقيت رقيب. يعني كنت مش رتين في علقت ثلاثه.
دي كانت ترقيه استثنائيه. الرئيس السادات عرض عليك انك فعلا تشتغل في السياسه او يشجعك انك تنضم لحزب حزب الوطني الديمقراطي باللجنه التاسيسيه العليا. ايوه ايه المناسبه يعني الرئيس السادات عرض عليك ده ازاي وهو عارف ان انت اصلا عندك موقف مضاد لثوره يوليو؟ لا لان للوطن هو كان بيأسس حزب جديد وحزب شايف ان هو ممكن هذا الحزب يبقى نواه لشيء كويس للبلد فكان بيختار ناس اختارني انا واحد منهم وانا ما فعلتش نشاطي خالص يعني اعتذرت من الاول. انا رايي ان الفنان مش لازم ينضم لاي حزب. الفنان لازم يبقى حر يقول رايه زي ما هو عايز لان انا لو انضميت لحزب لو انا معترض على راي الحزب هضطر حاجه من الاثنين يا استقيل يا اكذب. السادات راجل يعني ايه كان قائد تمام يعني انا شخصيا بحبه وكان شعبي جدا ومزته انه كان يطلع كل شويه يكلم الناس وياخد ويد معاهم وبنفس لغتهم الفلاحي ما بيتعالاش عليهم فالناس عشقته رغم ان هو ودى اولادهم الحرب وماتوا في 73 لكن ولا واحد افتكر له دي كلهم نسيوها افتكروا بس انه ده صاحب الانتصار ما قالوش ده اللي قتل ابني في 73 لا قال لك ده قائد الانتصارات او قائد حرب اكتوبر. وكامب ديفيد دي غلطته بس عايز اقول حاجه مش غلطته قوي لابد ان انت ايه لما نيجي ندرس الحاله ندرس جميع الأوجه. مفيش حاجة اسمها صح وخطأ، مفيش حاجة اسمها كده في السياسة. صح وخطأ ده مفيش، الصح والخطأ ده في النظرية العلمية، لكن في السياسة في أخذ ورد وفي مصالح وفي مصالح. النهاردة هو اختار كامب ديفيد في حالة كان لا يمكن إلا البديل ده. أنت عندك حالة مقاطعة عربية ولا لا؟ حالة مقاطعة عربية صحيح. هتعمل ايه؟ كان لازم تفتح سكه، لو انت صرفت ميزانيتك وصرفت كل ثرواتك على الحرب مش هتخلص، لان انت قوتك ما تقدرش على استمرار في الحرب اكتر من كده، الاستمرار في الحرب ده مكلف في البتاع ده، لذلك لما كلنا دخلنا حرب 73 قالوا بطل الاحزمه كلنا ربطنا، ولا واحد اسمه ربطش، الشعب كله كانت السلعه تغلى بس انا متقبلها، ليه؟ لان كان في مردود عليا وعلى اولادي، انا شايفه، خدت بالك؟ لكن عيب عبد الناصر وعيب السادات انهم لا يؤمنان بالديمقراطيه.